الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه وقدر الرزق ووسعه وجعل السماء سقفا محفوظا ورفعه والأرض بساطا وضعه، لا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا مفرق لما جمعه ولا شريك له ولا إله معه. سبحانك أنت الحكيم البديع، تفهم قول الرضيع وتظهر قول الضليع وتعلم سر الجميع وتخلق الصيف والربيع. سبحانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا ضائعا إلا رددته، ولا أيما إلا
زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته اللهم من كان في هذا الجمع المبارك يرجو ولدا صالحا يعينه على أمر دينه ودنياه اللهم ربنا هب له ما يريد هب له ما يريد هب له ما يريد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم احفظهم من الشبهات والشهوات والقنوات والمسكرات والمخدرات اللهم اهدهم بهداك واحمهم بحماك واغنهم بغناك ولا تكلهم إلى أحد سواك اللهم واهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين وبنات المسلمين اللهم اجعل القرآن منهجهن والسنة دليلهن والحياء رمزهن والتقوى لباسهن اللهم اجعلهن من التائبات العابدات الصالحات المصلحات للخير سابقات وفي الطاعة مجتهدات برحمتك يا رب الأرض والسماوات اللهم اهد أبناء المسلمين اللهم اجعلهم بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين ولا تجعلهم لهما من العاقين فيكونوا من أصحاب الجحيم اللهم وفق أبناء المسلمين اللهم وفقهم وسددهم وعلى الامتحانات أعنهم اللهم وفقهم وسددهم وعلى الامتحانات أعنهم وبالنجاح أفرحهم اللهم بارك في مراجعتهم وبارك في فهمهم وبارك في حفظهم اللهم وفقهم لكل إصلاح وأمدهم بأسباب النجاح يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وفي مراتع الدود آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم ارحم أناسا استعدوا لصيام وقيام هذا الشهر فأدركهم الموت قبل أن يدركوه اللهم اكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وهم في قبورهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم وارحم أناسا من أهلنا الزنائم
إليهم الحنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا وأحبابنا عشنا معهم أجمل السنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا ضل فقدهم يوجعنا وذكراهم تؤلمنا. اللهم إنهم كانوا بهجة حياتنا وأنس مجالسنا. اللهم فأكرم ضيافتهم وأحسن وفادتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا المغرب الحبيب من كل الفتن والشرور. اللهم اجعله بلد الحبور والسرور. اللهم اجعله قبلة الأمان وواحة الاطمئنان. اللهم لا ترنا في بلدنا هذا قتلا ولا ترويعا ولا دماء ولا أشلاء. اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا وينشر الفتنة والرعب فأذره كما يذوب الملح في الماء. وانتقم منه يا خالق الأرض والسماء. اللهم احفظ بلدنا بالإسلام واحفظه بالقرآن واحفظه بحب النبي العدنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أميرنا وملكنا وولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. اللهم احفظه واحفظ له واحفظ به واحفظ عليه. اللهم احفظ في ولي عهده وفلتة كبده. اللهم حقق له فيه مناه وأعطه سؤله ورجاه. واحفظ أخاه وكل من مد إليه بسببه ونسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في هذا المكان وبارك في أهله. اللهم اجعل هذا العمل لهم ذخرا وأعظم اللهم لهم أجرا. اللهم ارحم والدهم رحمة واسعة. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أبدل سيئاته حسنات وارزق مرافقة نبيك في الجنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا. اللهم حرمهم على النار. اللهم اكتب لهم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اكتب لهم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ منهم ما نوى برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا
وسيدنا وحبيبنا وقف المهمومون والمغمومون والمحزونون ببابك. اللهم ففرج همهم ونفس كربهم وأذهب حزنهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إن المرضى في هذا الجمع كثير. إلهنا من للأمراض المزمنة والمستعصية إلا أنت، من لمرضى السرطان إلا أنت، من للمسحورين إلا أنت، من للممسوسين إلا أنت، من للمحسودين إلا أنت. ليس لهؤلاء أحد سواك. اللهم فاشملهم بعافيتك. اللهم أسعدهم وأفرحهم في هذا الشهر الكريم بشفائك. اللهم اشفهم روحا وجسدا، روحا وجسدا، روحا وجسدا. اللهم اشفنا وعافينا ولا تكلنا إلى طبيب يداوينا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه العشر الأوائل من رمضان قد ولت وانقضت، فنسألك يا الله ألا يذهب رمضان إلا وقد ذهبت معه ذنوبنا وخطايانا وأمراضنا وأحزاننا وكل شيء يؤلمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام وشفيع الورى ومسك الختام. الله أكبر.